بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكسل بروجكت 19، اكسل 15، بروجكت 19. السؤال الثالث: insert the confidential banking graphics file washed out watermark in the center section of the header of the documentation worksheet. documentation worksheet هنيجي هنا documentation worksheet دي، هنخش على ال بيجلي اوت، خش على البيج سيت اب دي نفتحها. عندنا حاجة اسمها هيدر، خش على حاجة اسمها كاستم هيدر. هنيجي هو عايز يحطها فين؟ دي فايل سنتر سيكشن، هنيجي هنا الكاستم هيدر هنا. كاستم هيدر هنا، هنيجي عند السكشن هنا، وهنا في السكشن هنا اللي عندنا كاتشر، بص عليها ورك اوف لاين، نختار مكان الفيس شغل بتاعنا، اكسل 19، نقول له انسيرت. نزل معايا الصورة هنا، بعد ما نزل الصورة هنا في عندي حاجة اسمها فورمات بيكتشر، اضغط عليها. عندي سايز وعندي بيكتشر، في البيكتشر هنا عندي الكالر اوتوماتيك، هفتح الاوتوماتيك. عندي حاجة اسمها واش اوت، روح الاوكي، روح الاوكي. طبعا نزل الصورة بس مش ظاهرة معايا هنا، لو عملت برنت بريفيو او قلت له اوكي مش هتنزل معايا الصورة هنا دلوقتي. عشان تشوف الصورة هخش على الفايل، هنعمل برنت، هتظهر معايا الصورة بتاعتي كده. طبعا هنا ظهر التاريخ وظهر كل حاجة. تمام، بعدين رقم 4 هنا بيقول لي the over worksheet create a 3dp chart descripting. هاي هنا overview worksheet، overview worksheet، overview. تمام، create 3dp chart description describing the company's shareholders based on the data source value in range كي 4 ل 6، كي 4 ل 6 اللي هو المجموعة دي كده. عايزين نرسمها برسمة بي، خش هنا في insert، خش البي، هل عندنا بي 3 دي؟ مش عايز بس كده بي 3 دي. تمام، بعدين remove the chart title and chart legend and then resize the chart. that مش نمسح الأول، عايز title ده نمسحها. واحنا جينا هنا ممكن نمسح الشارت تايتل دي من هنا ونمسح الليجند. تمام، بعدين and then resize the chart so that it contained within the range M 3 و 5، تمام و 5. هنسحبها كده، نيجي عند M 3 ونصغر فيها لغاية توصل لغاية و 5. المنظر ده كده. ثلاثة لو خمسة. ثلاثة أو سبعين. ثلاثة لو سبعين. المنظر ده كده. تمام، ايه تاني؟ change the fill color of the range، fill color of the range كي 4 ل 4. طيب نعمل شنو فينا،